النص الحلو مع يارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعت لكم سريعا ومنورني دلوقتي في الاستوديو دكتور الحسيني الشناوي اخصائي في التغذيه الرياضيه وخبير في المكملات الغذائيه. يا دوك مساء الخير، اخبارك ايه يا رح؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيب، مبروك البرنامج بتاعك النص الحلو. بعد سنه تقريبا معلش فرق توقيت يعني انا ساكن في محافظه تانية وباجي من مكان بعيد، لغايه ما المعلومه وصلت لي اخذت وقت يعني. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام، كله كويس كده. تفوت اليوتيرن بتاعت دخلت المدينة. انا اعمل ايه؟ اصل انتي قلتي وحش الشاشة، فانا اللحظة افتكرت طبعا مرحوم فريد شوقي اللي كان بيتقال عليه هذا اللقب، فانا قلت بقى انا اروح اصور مع محمود المليجي، انا مش رايح معيار الجندي دلوقتي، ورحت مكمل دغري ولف وارجع تاني. يعني شناوي يخش كله نخاف، بنخاف كلنا تضرب. لا 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 ما تقوليش كده، لا انت والله جميل. ده غير الـ 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 الابعاد البشريه غير متناسقه مع الشخصيه المتواضعه بتاعتي، انت عارفه طبعا. امال لا والله منورني بجد يا دكتور، و كنت هطلع عفتي لو كنت اتاخرت اكتر من كده. انا كنت مستني اللقطه دي. كنت هتكلم بقى عن الاكل اللي بيساعد على الخساسين وانقاص الوزن والكلام ده كله. حكم انت عارف انا خبيره في الكلام ده. احنا ما بننكرش ان كلامك هو اللي بيجيب لي زباين. يعني معلوماتك القيمه دي هي اللي بتبعت لي زباين. هي على هي اللي انا دايما بقول لكم يا جماعه اقلوا الاكل دايما. الاكل يبقى مقلي، اكل مقلي كتير، مكرونه نزود دايما، يفضل الزيت يبقى بايت. يا سلام اهو. ولو عندكم اي حاجه تتقلي دايما اقلوها في نفس الوقت، حتى لو الاكل مش ماشي مع بعض. ويا حبذا انك تجمعوا الوجبات كلها في وجبه واحده، واضربهم عاليه قبل ما تنام. بس كم دماغ. بس انا من الناس دي. يعني لازم. يعني انا من الناس دي، خلي بالك. دي خلي بالك دي من اكتر حاجه بتبهرني في المجتمع بتاعنا، بدون ان انا اتطرق لحاجات معينه. انك تبقى واقف في طابور بتاع مطعم او مثلا يعني حاجه وجبات، وبعدين هو يطلب كل حاجه باعلى سعرات حراريه، وانا عايز حاجه بقى اللي هي مفيش فيها تشرب بالدايت. انا من الناس دي. بس انا بقى في الاخر كده، في اخر الطابور بيغمى عليا. هو انا تمام. بس كده انا قلت اقولها لك من اول. اتمنى ان انا ما اشوفكيش واحنا خارجين في اي حته. شكرا يا يارا على الاستضافه الجميله دي. طيب بص بقى، انا قلت للناس اللي بتسمعنا المستمعين الجمال بتوعنا، لو في اسئله يبعتوها، احنا هنرد على الاسئله يعني على مدار الحلقه، بس هنخليها بعد شويه عشان نبتدي كلامنا. انت في موضوع لطيف جدا انت اقترحت ان احنا نتكلم عليه، ازاي عشان برضو ايه، احنا نتكلم في كذا حاجه بس عشان تبقى انت عارف من دلوقتي. انت مش هتتكلم في الموضوع اللي انت اقترحته بس، انا في كذا حاجه تانية عايز اتكلم فيها قاعد النهارده. بس خلينا نبتدي واحده واحده. احنا دلوقتي ده وقت مدارس، ده وقت الاطفال والاولاد والبنات بيروحوا مدارس، بيروحوا الجامعات، في تمرين دلوقتي برضو بعد الظهر، المذاكره، الكلام ده كله. ازاي يتحضر لهم وجبات صحيه كويسه تفيدهم، تعلي التركيز، تديلهم باور، الكلام ده كله. فانا مش عارفه انت عايز تجيب الموضوع من فين بالظبط. ازاي انا هحكي لك الاكسبيرينس بتاعتي الشخصيه. انا جنب شغلي كاخصائي تغذيه ومدرب شخصي، ابتديت ان انا اشتغل في احد المدارس الدوليه. رحت المدرسه الدوليه دي وابتديت اشتغل. طبعا حظي العسر ان انا زوجتي العزيزه ما حضرتيش السندوتشات بتاعتي. اوكي. فطبعا انا خدت بعضي ونزلت اتمشى عشان اروح المكان اللي هم بيبيعوا فيه الاكل اللي هو الكانتين بتاعهم. فهالاني اللي انا شفته. يعني كلمه كالوريز بتبوز من اليافطه. بتبوظ. يعني انت مش متخيله يعني. انا شفت تخنتلي بتاع 2 كيلو. كنت واخد بعضي وطالع على المكتب بتاع صاحب المدرسه، واقترحت عليه ان احنا نعدل الاكل اللي بيقدموه في المدرسه. فشالوا كل الحاجات المتعلقة الغير صحية. بس على فكرة ده في مصر وبره مصر. ما هو كويس، بس الكلام ده مش لازم الصدمة والرعب. يعني أنا مش لازم أروح هناك أقف قدام الكانتين أشوف حاجات يندلها الجبين. فتم تغيير ده كله في ظرف شهر. غيرنا كل الوجبات اللي موجودة، بقت كله هول جرين، يعني الحبوب المتعددة، ما بقاش في حاجة وايت، حاجة عبارة عن دقيق بس. ما بقاش في اي حاجه ممكن تكون مصدر ان الاطفال يكونوا تخان. ده خد طبعا وقت. طبعا ده اضطرني ان انا ابتدي اركن عربيتي بعيد عن المدرسه عشان الولاد استهدفوا بقى المركبه بتاعتي. انت اللي بوظت كل حاجه. كله. وابتدى الموضوع ده بقى. هي الفكره كانت في ان انت لما تمشي في المدرسه وتلاقي ولد عنده 12 13 سنه وزنه 100 كيلو و120 كيلو، ومثلا يبقى عنده ستريس في المدرسه عشان الامتحانات بتاعته، ضغط عصبي، مشكله في البيت، فابتدي يطلعه في الاكل.
وابتدينا برضو ان احنا نبص على الوجبات اللي الاطفال بيجيبوها في البيت. فابتدينا بارلل بعد لما غيرنا النظام الحاجات الاكل اللي بيتقدم للاطفال، ابتدينا كمان نشوف نوع الاكل اللي هم بيجيبوه من البيت. علشان انه الاكل بتاعهم ده بيأثر على الاداء الذهني بتاعهم. اوكي. يعني انت لو كلتي حاجات، اي حاجه بتأثر على المستوى بتاع السكر في الدم او تعمل له اي تذبذب، تبتدي تحس بالجوع، تحس بالستريس، تبتدي تحس ان يعني ما تقدرش تبقى مسيطر على نفسك. يعني درجة ان احنا الاسبوع الجاي هنبتدي نقدم بطاطا. والبطاطا دي دايما يعني اولا في الجو اللي احنا فيه ده طبعا دي حاجه هايله جدا، وبعدين هي رخيصه، وانا بفكر ان احنا ان شاء الله بعد كده ان احنا نعمم التجربه دي في المدارس التانية. يعني المدارس بس هي ما بتخنش، ما هي كربوهيدرات برضه زي كومبلكس كربوهيدرات. كومبلكس كربوهيدرات يعني نشويات مركبه فيها الياف كتيره جدا، بتقعد فتره طويله جدا في الدم. حتى لو مقليه هتلم حاجتك باي باي. لا 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 انا مش قلت لك ان انا المفروض في انا شفتها في كذا مكان. في ناس بتعمل اللي هي السويت بوتيتو فرايز اللي هي اقل ضرر على فكره من البطاطس العاديه. ما انت ممكن تعملي ايه، انت مش لازم انك انا بامن بس مش اكتر ليا انا ليا لما اروح. يعني هي الفكره في ان احنا بنقلل الاضرار اللي هم بيعانوا منها. يعني اهي هي موجوده الصوره اهي زي ما انت قلتيها، الضرر بتاعها اقل من البطاطس العاديه. اوكي. وبعدين لو انت خدتي بالك هو مش هيقدر ياكل بالحجم ده، مش هيقدر ياكل نفس الكميه اللي هو بياكلها. اوكي. تاني حاجه ان هو مش حاسس ان انا حرمه من حاجه، انا بديله حاجه بنفس الشكل. يعني يقدر ان هو يعمل يربط ده ما بين الحاجه الثانيه ان الحاجات دي مش مكلفه. يعني احنا ممكن نبتدي نعمم ده في الجامعات الخاصه، نبتدي نعمله في المدارس كلها، وحتى المدارس اللي هي موجوده مدارس الحكوميه. ايه المشكله ان احنا بدل الوجبه المدرسيه ما تبقى عباره عن بسكوت ومش عارف ايه وايه وايه وايه، نعمل البطاطا دي بس، خصوصا واحنا في الشتاء. هو هياخد الوجبه دي. احنا اكتشفنا ان 80% من الاطفال ما بيفطروش قبل ما ينزلوا من بيوتهم. فعلا؟ ودي طبعا مصيبه، لان هو لازم يفطر الصبح عشان لما بياكل. بس ده دور الاهل بقى. احنا بنتكلم احنا لما عملنا على انها الولد او البنت قبل ما ينزلوا لازم يفطر او ياخد فطار في ايديهم. هو بقى دي بقى هنرجع بقى لحته تانية، المنتور بتاعه في البيت بيعمل ايه، اللي هو الوالد او الوالده بيعمل ايه، بيفطر الصبح بياخد النسكافيه بتاعه وينزل شغله ويروح شغله ويطلب الاوردر بتاع الاكل. اوكي انا ما كانش قصدي حاجه بس أوكي. ماشي. فهي دي الفكره اللي انا بتكلم فيها، يو هاف تو ليد باي اكزامبل. انت لازم تكون النموذج اللي عايز ولادك يقلدوك. طبعًا. فابتدينا نعمل سيمينارز عن الفتنس والنيوتريشن، يعني التغذيه والعادات الغذائيه الخاطئه في المدرسه. ابتدينا نعزم الاهل، ابتدينا نتناقش مع الاهل، انتوا بتاكلوا الاطفال ايه والطلبه ايه، ده تاثيره ايه على الاداء الذهني بتاعه، يحس انه عنده خمول، يحس ان هو فايق، يحس ان هو يقدر يستوعب اكتر. كل ده بيأثر. انت اول ما بيحصل لك كراش في مستوى السكر بتاع الدم، ان هو يبقى عالي جدا او واطي جدا او يتغير بسرعه في فتره بسيطه، هو ده اللي بيسبب المشاكل اللي عندنا. اوكي. لما احنا بقى ابتدينا نعمل الكلام ده، ابتدينا نعمل تريسنج، نشوف خدنا 3-4 سامبلز من الناس ومن الطلبه اللي موجودين عندنا، وابتديت اسالهم بقى الاسئله، ده اثر معاهم ازاي في المذاكره، اثر معاهم في النوم ازاي، خلاهم ذهنيا عاملين ازاي في المدرسه. اوكي. جاري دلوقتي تعميم التجربه دي في مدارس ثانيه موجوده في مصر، مدارس مين للاسف هي طبعا اجنبيه، لغايه ما نوصل للمدارس الحكوميه هناخد وقت. يعني الجامعات الخاصه عملنا لهم بقى حاجه تانية، عملنا لهم حاجه اسمها فيتنس داي، خلينا الاطفال كلهم عشان الوعي بتاعهم يزيد بالبيئه والرياضه وكده، خليناهم يجوا المدرسه بالعجله. فانت متخيله بقى انك انت باب المدرسه عليه 600 عجله بره، طبعا في تامين حصل من الجهات المعنيه لازم. واحدى الشركات جابت برضو عجل عشان الناس اللي جايه من المهندسين والزمالك. وابتدوا يعملوا بقى تور جوه هذه المدينه 4-5 كيلو عشان يبتدوا يتعودوا. وفي منهم اطفال فعلا ابتدوا يجوا المدرسه بالعجله. يعني مش ان هو تريق ان هو مش قادر يجي بالعربيه، اول حاجه طبعا العجله دي مش ما بتعملش زحمه. تاني حاجه هو بيجي والدم كله بيبقى يعني متدفق في جسمه، بيحس بالدفء، بيمارس رياضه، ده كل ده بيأثر عليه ذهنيا، بيجي لي وهو فايق.
اكيد لازم. لا اصل انا كنت بشوف ناس ما بتاكلش فبتيجي بتبقى نايمه على الحصه السابعه بيكون خلاص هو بيعد بقى الخرفان وهو بيحلم واحد اتنين تلاته يعني. انت ده السيستم انت ده اللي احنا عايزين نعمله. في بره موضوع انك تروح الجامعه او المدرسه بالعجله ده موضوع عادي، ظروف تانيه ظروف مختلفه، بس احنا نبص ازاي نقدر نخلي الولاد دولت اللي هيبقوا شباب المستقبل ازاي نأهلهم. بس هو دلوقتي يعني خلينا صراحة برضو بقى فيه وعي اكتر الحمد لله بكتير عن السنين الكتيرة اللي فاتت، وكل سنة بتفرق عن السنة اللي قبليها. يعني احنا انا واخدة بالي ان الفتنس الترند دلوقتي اللي بقت ماشي ان الناس لازم تبقى فت، ان هي لازم تبقى رياضية، ان لازم تاخد بالها من الاكل. حتى في السوبر ماركت دلوقتي بقى في اوبشنز في دايت كورنر او لايف ستايل او ويلنس كورنر. بالظبط. المطاعم الكافيهات كلها بقى فيها حتة او اغلبيتها حتة في المانيو للاكل، الناس اللي بتاكل صحي مش هقول حتى دايت. فهو ده دي هي بقى الفكره بقى في ايه اللي انا عايز اقوله، ان احنا مش عايزين ناخد الموضوع ده زي ما كنا اتناقشنا قبل كده ان ده دايت فور ان اوكيجن لمناسبه اللي انا عايز ادخل في الفستان بتاع السنه اللي فاتت. بالظبط هو ده لايف ستايل. ده بقى اللي لسه المشكله عندنا. يعني حتى انت لما كنت بتقولي في الانترو الناس اللي هتعمل فورمة الصيف، هو ده مش الهدف بتاعي. هو الهدف بتاعي ان انا اغير اللايف ستايل بتاعي وتوليد باي اكزامبل، يعني خلي اللي حواليا يشوفوا اللايف ستايل ده مأثر عليا ازاي. يعني عملت الاسبوع اللي فات عملت لقاء مع حد كنت بمرنه وبعمل له نيوتريشن خس من 160 ل 100 كيلو ما شاء الله. اوكي بقى شخص تاني خالص، بس الكلام ده اثر على حياته بالايجاب. ان هو بقى عنده الاراده. وانت ازاي انك انت تقدر تقنع اللي قدامك بحاجه وانت ما انتش مسيطر على نفسك. اللي هو الابروتش انت ما انتش قادر تسيطر على اللي انت بتاكله، انت مش قادر تخلق لنفسك وقت انك تعمل رياضه، جاي تقنعني تقول لي ايه؟ لما تروحي مثلا لدكتور امراض صدريه وهو بيدخن. يعني الحاجات اللي هو باب النجار مخلع. لما عملت كده هو اتأثر لدرجة ان هو ساب شغله فتح شركته الخاصة. يعني اكن ده كان بارير الاكل ده. الواحد لما بيخس 5-6 كيلو بيبقى انسان تاني. لا هو 60 كيلو. أيوة. انا لما حطيت البيفور ان واحد ينزل 60 البيفور ان افتر بيكتشرز بتوعه، هي طبعا زي ما هقول لك دلوقتي هو العيب الوحيد ان فاتوره الهدوم اتبعتت لي. يعني في ظرف جالي انا كنت حاسس مثلا ان هو حاسه يعني ثانك يو، يعني رساله شكر وحب وامتنان للي انت عملته معانا. بس لا هو اللي حصل طبعا كان بتهريج، بس شوفي الشخص اتغير ازاي. وابتدى يبقى هو في شركته الناس تبص له ان هو قدر ان هو يتغلب على التحدي. البني ادم بي 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 بيختلف. وهو كان داخل بقى في سكه ايه، ان انا اكتئبت وانا عايز ابتدي ان انا اعمل عمليات واستسهل. لا في طبعا في حالات احنا ما بنكرش انها بتحتاج عمليه، خلينا برضو احنا لازم نكون صراحه، ولكن ده يبقى اخر ملاذ لينا. مش ان انت حضرتك بتاكل اللي انت عايزه وانت عارف انك في الاخر ممكن تعمل عمليه وتخس ده كله. يعني مش هو ده الحل. يعني مش عشان تاخد مثلا فات بيرنر وانت عارف ان انت هتخس كل اللي انت عايزه. فالفات بيرنر لما يخش جسمك ما يعرفش هيحرق ايه ولا ايه الاول. يعني يقعد كده على باب المعده بيبص يمين شمال هنحرق ايه الاول، فين ولا فين. بالظبط. فهي ثقافه الاستسهال برضو هي دي المشكله اللي عندنا. أوكي. امتى هيبقى الفتنس ده اللايف ستايل بتاعنا؟ ابتدت. انا الصراحه حاسه انها هتجري، بس حقيقي. احنا عايزين ان يبقى حاجه عموميه. يعني انا النهارده وانا بتكلم في برنامج النص الحلو احنا بنتكلم اكتر عن النص الحلو بتاع المجتمع بتاعنا. سيدات المجتمع. والله مش لازم. لا مش قوي. لا انا مش قصدي. يعني احنا مثلا كم من الستات بيمارسوا الرياضه كمثلا ويت ليفتنج بيشيلوا حديد، لان ده بعد سن الـ40 ده حاجه مهمه جدا. عشان الويت بيرنج يعني هي التمرينات اللي انت بتستخدمي فيها اوزان او انك بتستخدمي فيها جسمك، هي دي اللي بتحافظ على كثافه العظم عندك. عشان مع التغييرات الهرمونيه اللي بتحصل ممكن يحصل لك هشاشه عظام. فكده الواحد كل ما كبر في السن لما بيقع الكسور بتبقى اخطر، بتبقى مضاعفة. يعني كل حاجة بتبقى زيادة. ستيل لغاية النهاردة واحنا في القرن 21 والناس لغاية النهاردة لسه فاكرة ان الست لو عملت ويت ليفتنج او استخدمت اوزان او راحت الجيم هتتحول لراجل. ده عمره ما هيحصل. دايما الواحد عنده كده صورة في دماغه ان هو ده كل ما هشيل حديد هتحول بايسبس وعضلات. لا مش ممكن. ودراع او ترايسبس وبتاع. هي دي هو ده الغلط. خليني بقى أقولك إن المبادرة اللي إحنا عملناها في هذه المدرسة لو إحنا نفذناها على مستوى الجمهورية وبعد كده هنطلع الخطوة الجاية تبقى الشرق الأوسط، قد إيه استخدام الناس للأدوية هيقل؟
يعني الهاوس هولد، البيت اللي هو معتمد انه في ناس بتاخد ادويه كتير، او الفوركاست يعني الناس هتبتدي تكبر ويجي. احنا في مصر احنا رقم 5 أو 6 في الدايابيتس في السكر عالميا. اوكي، نسبه الاوبيزيتي اللي هي السمنه بتزيد كل سنه. يعني انت عارفه لو معدلات الدخل القومي بتزيد زي معدلات السمنه، احنا هنبقى دوله من دول العالم الاول كمان 3-4 سنين. هي دي المشكله. قد ايه الدوله ممكن توفر، يعني وزاره الصحه ممكن توفر على الاقل من 10-20% من اللي هي بتصرفه كعلاج للناس، ده بالنسبه للفقراء او الغير مقتدرين يعني. والناس التانية كل بيت هيوفر قد ايه لما هو هيعمل الهيلثي لايف ستايل ده يمشي وراه. هو ده حقيقي يعني. فكر كواليتي اوف لايف اول حاجه، انك انت ما بتاخدش ادويه لاي دواء انت بتاخده له سايد افكتس حتى لو هي صغيره قليله. فالوقايه خير من العلاج. احنا جايين نعمل نخلي جسمك ما تستخدمش ادويه تبقى فيت. اللي انت بتقوله ده جميل، بس هيحتاج من الشخص العادي اللي عايز يعمل كده هتحتاج مجهود كبير قوي، اراده واراده ومجهود. ليه؟ لان احنا بنستسهل واليوم مش مكفي والشغل واللي ورانا واللي قدامنا واللي قدامنا، فالواحد بيضطر ان هو يلجأ لاسرع حاجه ممكن. عارفه مره كنت في سيمينار في احدى الشركات، فالمهم بقول لهم كام واحد فيكم ممكن ان هو لو قلت له انت عندك ربع ساعه تاكل فيها تحضر الاكل اللي انت جايبه من البيت، محدش رفع ايده. قلت لهم طيب المحل الفلاني عامل اوكازيون 80% لمده ساعه، كل واحد طلع بعذر. في ناس ادعت ان حد من اهله مات ومضطر يمشي دلوقتي، بس انا مش فاهم ده هيروح ويرجع كمان ساعه ازاي. مش هيحصل. لا بالظبط. فانا بكلمك ان احنا لما بنحب نعمل حاجه بنعملها، لما بنحب نعمل حاجه كويسه، بس للاسف ما هياش حاجه متعلقه بصحتنا. هي دي الحاجه. احنا سنه سوبرفيشال، احنا سنه بنحب المظهر، الجوهر مهم. يعني الصحه دي انت بتبان ان انت من جوه الاول. بالظبط يعني. بالظبط. وشوف حياتك هتتغير ازاي لما تبتدي تعمل الكلام ده. تبتدي تروح الجيم، انت بتكافئ ولادك بايه؟ مبروك انت جبت درجه كويسه، ده انا لاحظته، تقوم واخده مطعم. لكن ما بتاخدوش مثلا حته اريا او النادي وتبتدوا تنزل تعمل معاه سباحه. حد بيعمل انت كده؟ انت بتكافئ دايما بالاكل او بالحلويات. وده الغلط. هديك بونبوني لو خلصت كده، ما دي ثقافه غلط، ما هو يتعود على كده. طب هو هيذاكر عشان الحاجه دي، بس هو بيعمل ده عشان نفسه. زي كده، دي برضو كانت من الحاجات اكيد انت هتوافقيني فيها. لما الواحد يروح يتقدم لوحده، شوفي عامل ايه في نفسه في الجيم وعامل ايه في نفسه في الاكل. خلاص اتجوزه بقيت على ذمته. خلاص كده بقى. تيكن فور جرانتد. مش كده دايما في مصر تلاقيه دايما بعد الجواز كله الاثنين الراجل والست دايما يتخنوا سنة. خليها سنة. خليها بعد الفاصل. طب احنا بص، احنا هنطلع فاصل سريع وهنرجع بعد كده بقى عايزين نبتدي كلامنا ستيبس ونبقى محددين اكتر وخصوصا بما ان احنا فتحنا موضوع الاطفال والامهات ازاي ان هي تخلي الطفل عنده هيلثي لايف ستايل سواء بقى في الاكل وفي الحياة عامة، فاحنا نبتديها بقى على طول علشان برضو الوقت. واللي بيسمعونا لو في اي اسئلة في حاجة معينة عايزين تسألوا دكتور حسيني ياريت تبعتولنا على طول. 1006 ده الرقم، وممكن كمان تسيبوا الاسئلة بتاعتكم عندنا على صفحتنا على فيسبوك facebook.com/nogumfm. فاصل سريع، ما تنسوش فيه كمان نشط الاخبار وهنرجع على طول، خليكم معنا. نص الحلو مع يارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعت لكم مره تانية، وطبعا منورني النهارده في الحلقه دكتور الحسيني الشناوي، اخصائي في التغذيه الرياضيه وخبير في المكملات الغذائيه. دكتور بقى نبتدي الكلام الكبير التقيل وناخد موضوعنا واحده واحده، عشان زي ما كنا بندردش دلوقتي اوف اير ان في كذا حاجه عايزين نغطيها النهارده. خلينا قبل ما ننقل بقى لازاي كمان، عشان كنت بتتكلم على موضوع البون دنسيتي او العظم، وهتشرح لنا الموضوع ده اكتر يعني بدقه اكتر كمان خصوصا للسيدات، وليه ان هم المفروض فعلا يشيلوا حديد حتى من اول ما يخشوا في الاربعينات دي هنشرحها. بس خلينا نخلص موضوع الاطفال سريعا. ازاي الام، لان هي بتكون عاده اكتر واحده مركزه مع الاطفال في الاكل وفي حياتهم اليوميه قبل وبعد المدرسه، الصح يتعمل ايه لو خدناها في ستيبس كده؟ واحد اول اتنين حاجه ثلاثة. اول حاجه هي هتفطر معاهم. اوكي، هتفطر معاهم وتحضر الفطار، وهم ممكن يشوفوا الفطار ده بيتحضر ازاي. اذا كان هو شوفان
اذا كان هي بطاطا، اذا كان هي حتى لو عيش وعليه زبده فول سوداني وفاكهه متقطعه او عسل وكوبايه اللبن والكلام ده. مش لازم انها تشرب اي نوع من انواع الحاجات اللي فيها كافيين الصبح اول ما تصحى، عشان هم هيقلدوها على طول. هياخدوا معاهم ايه وهم في المدرسه؟ هيقعدوا زي دلوقتي احنا قاعدين في الشتاء، الفاكهه مش هتبوظ زي ما احنا كنا بنخاف انها تبوظ واحنا في الصيف. ممكن لو ما فطرش البطاطا ياخد البطاطا دي معاه، ممكن هو ياخد الجبنه القريش وعليها زيت زيتون وزعتر ومثلا طماطم وخس في ساندويتش. ممكن يعني في حاجات كتيره، ممكن ان هو ياخد بعض شرايح فراخ لحمه، كل ده ممكن. بحيث ان هو ما يرجعش البيت وهو جعان. عشان هو لو رجع البيت وهو جعان هياكل كل السعرات الحراريه اللي جسمه محتاجها اول ما يوصل البيت في وجبه واحده مره واحده. هيقوم حاصل ايه؟ زي شلالات نياجرا كده، هتفتح الفوهه هيخش الاكل لغايه ما المعده تبتدي تحس ان او المخ يجيله اشاره ان في اكل داخل، هياخد 20 دقيقه بيكون هو خلص. ده صح. عشان كده حتى التشوينج يعني المضغ والحاجات دي لازم تكون بالراحه، ده مش للاطفال بس، ده للاطفال والكبار. للاطفال والكبار. يعني اللي عنده لانش بريك او عنده مثلا ياكل في ربع ساعه، حاول انه ياخد حاجات سهله، حاجه ممكن تتاكل انت في مكتبك. يعني خلينا بس نخلص الاطفال بقى قبل ما نخش على الشخص العادي. هو رجع البيت، البروتين المشوي بتاعه، البروتين المسلوق بتاعه، لما زي ما شفنا الصوره بتاعت البطاطا اللي عامله زي الفرايز، كل ده هي ممكن تعمله له. هي الفكره ان احنا نقدر نعمل كل حاجه بطريقه اخف. احنا لما عملنا بيتزا في المدرسه عملناها وكانت العجينه بتاعتها بالرده مثلا، هنقدم نحط عليها تونه، كل دي حاجات ممكنه، ما بطلبش حاجه مستحيله. العشاء بقى انا عايزه ان هو ينام وهو شبعان بس من غير ما يكون يجيله تخمه. يعني الاكل بالليل بيكون خفيف، ممكن يكون ياخد ما اكلش سلطه وما اكلش خضار الظهر انه ممكن ياكلها بالليل. ممكن ياخد مصدر بروتين تاني، ممكن ياخد حاجه زي الفول، ممكن ياخد زبادي، ما اجبروش. بس حاول ان انا دايما في اكلي يكون الطبق بتاعه فيه الوان كتيره. الوان كتيره في السلطه، الوان كتيره في الخضار، نتعب نفسنا. يعني احنا بندفع الوفات او الاهالي بيدفعوا الوفات عشان اولادهم يتعلموا. الصحه مهمه. يعني ممكن ان هو بعد كده لا قدر الله ان هو ممكن يكون اتعلم كويس وكل حاجه بس صحته مش مساعداه. صح. منتلي هو مش كويس. طيب في نفس الوقت هذه السيده الفاضله اللي قامت وعملت الاكل لابنها، جوزها يعمل يبقى عنده حاجات متقاربه. يعني كتير مننا لو هو ما بيشتغلش عمل خاص ممكن ان هو ياخد اكل معاه بتكون حاجات سهله. ايه المشكله في علبه البطاطا؟ وحتى كمان لما حد في المدرسه لما بسال انت بطلت تجيب اكل معاك ليه؟ اصل زمايلي بيتريقوا عليا. مالكش دعوه بيهم. هي يعني محتاجه منتل تافنس، يعني محتاج ثقه بالنفس انك انت عندك هدف وانت عايز توصل له. هياخد الاكل ده، هياخد الوجبه، هيفطر الصبح مع اولاده، هيفطر اذا كان هيفطر بيض او هيفطر نفس الحاجات دي، ويروح الشغل بتاعه. ايه انا بحب بسال لما حد بيجي لي مثلا لعيادة، انت عندك ثلاجه؟ ما عندكش. عندك وقت قد ايه؟ ايه الحاجات القريبه منك؟ ممكن تطلب البروتين من بره، المشوي. ما بطلبش حاجات ما يعني مش حاجات صعب ان الواحد يجيبها. اهم حاجه ان احنا نوزع السعرات الحراريه بتاعتنا على اليوم كله. طب سؤال، اتفضلي. لو الولد او البنت، الطفل اللي في المدرسه او البنت اللي في المدرسه دي عندها او عنده تمرين، وخصوصا كمان في الشتاء، لنفترض دلوقتي ان هما زي ما احنا دلوقتي اتكلمنا ان هو في المدرسه يبقى معاه اكل واكل صحي، يفطر قبل ما ينزل وعشان لما يرجعش جعان، ويتغدى برضو اكل يعني في بالانس. هتفرق شوية. بقى في ايه؟ هتفرق والعشاء خفيف، بس لو في تمرين بقى في النص هتفرق بقى في ايه؟ ان السعرات الحراريه بتاعتك او نسبه السعرات الحراريه اللي جايه من النشويات هتبقى ازيد. هل هو خارج من المدرسه على التمرين؟ يبقى هناخد بدل ما ناخد سناك واحد في المدرسه وجبه خفيفه هناخد اتنين، وهتبقى اللي فيها النشويات اللي هي زي البطاطا او شريحه التوست اللي عليها زبده الفول السوداني والفاكهه او العسل، تبقى دي اللي هي قبل التمرين ب 90 دقيقه. عشان هو محتاج النشويات دي، عشان هو ده البنزين بتاعه اللي بيخش بيه التمرين. بالظبط. لو هو هيروح البيت هنستعيد بالخضار والسلطه، هنقللهم شويه
ونحط مطرحهم مكرونه براون، نحط رز بالرز بسمتي، رز ايا كان الرز، ما يبقاش رز ابيض يعني. وهو ده اللي هيستخدمه 90 دقيقه قبل التمرين. اوكي، يعني انا بحاول ان انا احشر، مش عايز اقول احشر، كل ما كان عدد الوجبات اكتر قبل التمرين كل ما الجلايكوجين اللي بيخزنه جسمك اكنك بتعملي رصيد في البنك. اوكي، بتقعدي تزودي تزودي تزودي. فعشان كده انا بفضل التمرين بيبقى بعد الظهر، عشان بيبقى عندك 3 4 وجبات فالخزين بتاعك التمرين. زاد. لو انت نزلت الصبح واتمرنت فانت ما عندكش غير وجبه الفطار، وانا ضد تماما ان الواحد ينزل ويتمرن على معده فاضيه. طبعا، عشان في ناس كتيره بتعمل كده وبيغمى عليها. وايه؟ وبيغمى عليها. لا ده في، انا يعني حضرتك بتفتكري في اللقطه بتاعت رمضان في ناس كتيره كانت بتتمرن قبل الفطار. ده حقيقي. وفي ناس بيجي لها جلطات علشان انت ما عندكش ميه في جسمك، انت بتعرق كتير، اللزوجه بتاعت الدم بتاعتك بتزيد. فدي كلها حاجات صغيره احنا ممكن نعملها. اهم حاجه عشان انت تحافظ على العادات الغذائيه بتاعت طفلك، حاول انك تتناول معاه اكتر عدد ممكن من الوجبات. اوكي، يعني ده سوشيال بوندينج. احنا بقينا في حاجه انتي سوشيال اليومين دولت، بدون دخول في تفاصيل. فخليها السوشيال بوندينج. طيب خلينا نطلع فاصل سريع جدا وهنرجع على طول ونكمل كلامنا. دكتور حسين الشناوي منورني النهارده، اخصائي في التغذيه الرياضيه وخبير في المكملات الغذائيه. دقايق ونرجع. النص الحلو مع يارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا على طول، لسه مكملين كلامنا. دكتور الحسين الشناوي اخصائي في التغذيه الرياضيه وخبير في المكملات الغذائيه منورني النهارده. دكتور، لسه كنا اوف اير بقرا شويه من الاسئله اللي جت، وتحديدا كمان على الاس ام اس، ففي كتير منها يعني هياخدنا للمواضيع اللي كنت هتتكلم معايا فيها على الهوا. بس خليني بس الاول ابتدي بالاسئله اللي جايه ليها دعوه بالاطفال. حد بيقول يسرى بعد بتقول مساء الخير يا دكتور، انا ابني عنده 13 سنه وبيلعب كوره يد، مش عارفه اعمل له اكل ايه ومعاه وياخده معاه المدرسه يعني يشبعه ويغذيه ويساعده في مرحله النمو وان هو يبني العضلات. يا ريت تقول لي على وجبات قبل وبعد التمرين. اوكي، لابنها تحديدا 13 سنه. اوكي، هي الفكره في سن 13 سنه ان هو في حاجتين، هو محتاج الاكل علشان النمو، وهو كمان محتاجه عشان الرياضه. فمتطلباته ازيد من العادي. اوكي، فاحنا بنعمل ايه؟ بنعلي بقى النشويات اكتر. يعني انا موضوع ان هو ياخد البطاطا وياخد العيش وياخد زبده الفول السوداني، انا عايزه ياكل كل 3 ساعات. يعني هيفطر الصبح، بريك 1 هياكل فيه حاجه في المدرسه، بريك 2 هياكل فيه حاجه في المدرسه، وياكل وجبه اول ما يوصل البيت، وبعدين لو عنده تمرين ياخد سناك خفيف قبل التمرين، وبعد التمرين ياخد حاجه. أوكي. اهم حاجه ان كل الوجبات اللي هي قبل التمرين تبقى عاليه جدا في النشويات. اوكي، يعني موضوع البطاطا، موضوع المكرونه، موضوع الرز، كله معمول بطريقه صحيه. بس تكون بكميات اعلى من الايام العاديه اللي هو ما بيتمرنش فيها. اوكي، تاني حاجه الخضار والسلطه مهمين في الوجبه اللي هو هياخدها في البيت. مش هياخدها طبعا مع المدرسه، ولا هحاول يجيبها من بره علشان ما يجرالوش ما يعياش او يحصل اي حاجه. البطاطا دي بورتبل، لو خد 2 مش مشكله. سهل يعني ان هو ياخدها من البيت معاه في علبه وخلاص، الكميه مش فارقه معايا. او حتى لو كل 3 بطاطات قبل التمرين ب 90 دقيقه، هي اهم حاجه ان وجبته تبقى قبل التمرين ب 90 دقيقه. وهي لازم تبتدي تساله، او يعني الكوتش بتاعها تبتدي تساله، هل هو اتحس في تحسن، حس في الاداء بتاعه عامل ازاي بعد التمرين. الوجبه دي مهمه جدا عشان هو هيعوض كل اللي هو كاله. لازم هيبقى بروتين ونشويات، ونسبه البروتين للنشويات هيبقى 2 لـ 1، يعني كميه البروتين اللي هو بياخده قد النشويات مرتين. وفيري هاي كاربوهيدرات، يعني كاربوهيدرات عاليه جدا. كلها مركبه. أوكي. مش حاجات، مش عصاير. أوه. عشان العصاير ده بنسميها امتي كالوري، جسمك ما بيستفدش منها، بتملى البطن على الفاضي وبتاخد فوليوم، بس هي ما بتديلوش الحاجات اللي هو الجسم محتاجها. مفيش فيها الياف. ده رقم 1. مش نفس الفيتامينات، يعني زي في ناس بتاكل بطاطا بالقشر بتاعها. انا ما كنتش اعرف كده، انا شخصيا ما باكلهاش بالقشر، بس اتعلمت الكلام ده، يعني شفت ناس بتعمل كده فعلا، وبيفرق. بيفرق. اوكي، بالقشر. انا بشوف ناس بتاكل البطاطس العاديه بقشرها، تبقى يعني دي ما انا ما شفتهاش. لا دي انا بشوفها عادي، وتلاقيها في الفرن، يعني بتتعمل في الفرن عادي وبتتاكل. لا دي انا ما شفتهاش، بس انا قريت حد من اصدقاء على البيج عندنا عمل الكلام ده، بعت وراح كاتب
انا لقيت ده وده الساينتيفيك ده أوكي. ده الاسباب العلميه بتاعت ده، هي تحافظ على ده وتبتدي تشوف وزنه وتشوف نسبه الدهون في جسمه، مش الوزن الابسولوت يعني وزنه، عايز اعرف دهون قد ايه عضلات قد ايه، وتساله انت حسيت ايه بفرق اكل لما تغير عمل معك ايه. اوكي، وان شاء الله الاداء الرياضي بتاعه هيبقى بطل في يوم من الايام ان شاء الله. طيب في اسماس ثانيه، انا ابني كان عنده شفاء انبيه وسقف سقف الحلق، هي الكلمه واقعه من المسج يعني مش باين ايه. بعد ما عمل لما عمل عمليه كان عنده سنه، دلوقتي مش بيرضى ياكل الا زبادي ولبن وحاجات كلها سوائل او سائل شويه، ومش عشان مش قابل ان هو يندغ اي حاجه. هو دلوقتي عنده سنه ونص، هل في اي حلول في حته الاكل بقى؟ يبقى الفكره ان احنا هنخلي كل الحاجات اللي هو بياكلها، مش عايز اقول مضروبه في الخلاط، ما تبقاش فيها تشوينج، ما يبقاش فيها مضغ. اوكي، هو لسه صغير، عارفة الكلام ده لو هو عنده مثلا 16 سنة أو 18 سنة، كنا قلنا مثلا هو كان ممكن ياخد حاجة زي البروتين اللي احنا بناخده وبيتحط في اللبن، والبروتين ده بيديله الحاجات اللي هو محتاجها نظرا للظرف اللي هو عنده. فأنا من رأيي إنها لازم مثلا لو هتاخد الألبان اللي هتاخدها تحط عليها فاكهة، تتحط في الخلاط، تحط عليها عسل خفيف جدا. في دكاترة الأطفال ما بيحبوش إن الأطفال ياخدوا عسل لما يكونوا صغيرين جدا، وهكذا. أوكي. يعني هيبقى فيه طبعا هتتابع مع الدكتور لغاية ما يبتدي يقدر إن هو ياكل بطريقة عادية. أوكي. دعاء بقى بعد مسج حسيت تتكلم عني معاها، بتقول انا بجوع بالليل جدا. مش ممكن تكون انت يارا اللي بعتها، بس باسم تاني. كان نفسي طب اتفضلي. بتقول انا بجوع بالليل جدا ومش بعرف اسيطر على نفسي، ممكن طول النهار اقعد من غير اكل بس باجي بالليل طبعا وحش. اوكي، يعني هي مش قايله كده، انا جودت بس على حته. لا وانا عشان حاسه بيها انا. لا، الملامح بتاعتك يعني انت عينيكي نورت وانت بتبصي بقى. دعاء يعني بصي انا حاسه بيكي حقيقي، لسه بحكي له ان النهارده لسه ما يعني مستنيه اروح. اول حاجه طبعا انا بشكر دعاء على الرساله اللي هي بعتتها باسمك ده وبالنيابه عنك. هي اهم حاجه يا دعاء ان انت كل ما اكلتي اكتر في وجبه واحده، كل ما نسبه الاكل ده انه يتخزن كدهون في الجسم بتزيد. فعلشان كده كلي الصبح بدري اكتر، حاولي تبتدي تعودي نفسك. انا ما بقولكيش الصبح تاخدي وليمه، بس انا بقولك الصبح ابتدي كلي، ابتدي عودي معدتك ان في حاجه داخلها. كمان لما تاكلي وجبه كبيره الحجم بتاع المعده بيكبر. انت لما تبتدي تعودي اكلك ان هو بيخش على فترات متقاربه، هتبتدي بعد كده تحسي ان انت لو كلتي وجبه جامده او كتير مش هتقدري. مش قادره. وكل زي ما احنا كنا بنقول زمان، تفطر زي الملك وتتغدى عادي وتتعشى زي الشحات. ابتدي واحده واحده، قومي الصبح ابتدي كلي حاجه خفيفه مره في اتنين. طبعا ما قلتش اذا كان هي بتشرب قهوه، اذا كان هي بتشرب سجاير، كل ده احنا مش عارفينه، عشان دي من ضمن الحاجات. الناس اللي بتبطل سجاير عموما اكلها بيزيد، عشان في حاجه اسمها هاند تو ماوث، يعني هم متعودين انهم ياخدوا حاجه بايديهم يحطوها في بقهم اللي هي السجاير، تبتدي يعمل الكلام ده في الاكل. فبيتخن، غير طبعا النيكوتين وتاثيره على الحاجات الموجوده في الجسم. تبتدي واحده واحده وان شاء الله ان شاء الله المشكله بتاعتك انت ويارا هيتحل. ده ان شاء الله. طيب في هنا اس ام اس برضو، ارجو وضع حلول لمشكله ترهل الصدر للرجال، وخاصه في حاله ان الرياضه لم تفيد وتحاليل الهرمونات ما فيهاش اي تمام. مشكله. بص، جاينيكوماستيا هو ده الاسم الطبي للحاله اللي هي عنده التضخم الثدي. الحته دي هو في دايما في شقين، الرياضه ما جابتش نتيجه، في اكل انت بتاخده او عموما كنت بتاكله والاكل ده او ما كانش في حاجه وراثيه ادت لكده، بتزود الاستروجين. اوكي احنا هنقللها بطريقه معينه، ولكن انا رايي ان انت لو تغيرت العادات الغذائيه بتاعتك، تبعد عن الحاجات المحفوظه. الحاجات اللي لها الصويا لها استروجين لايك اكشن، عشان كده اوقات بنديهم للسيدات فوق ال 40 عشان تحافظ على الفايتو استروجين، على المستوى الهرمونات في جسمهم. فانا بنصحه لو كل التغييرات دي ما جابتش نتيجه يروح لدكتور تجميل. اوكي، علشان ده اولا ده خارج تخصصي، وانا طبعا بحترم التخصصات الثانيه. لو الرياضه ما جابتش نتيجه ده رقم واحد، تغيير عاداتك الغذائيه ما جابتش نتيجه، انا انصحك تروح لدكتور التجميل. هيقول لك الجاينيكوماستيا اللي عندك ده جريد 1 او 2 او 3، دي درجات مختلفه. ويحدد على اساسها هو هيعمل ايه. اوكي، انت حاولت رياضه ما جابتش نتيجه، بص على الحاجات الاكل اللي هي انتي استروجين
وابتدي امشي عليها لفتره معينه، ولو ده برده ما جابش نتيجه انصحك انك تروح لدكتور تاني. اوكي، في سؤال بقى هنا، سؤالي للدكتور هو اني انا بمارس رياضه كمال الاجسام بقالي اكتر من 7 سنين، تمام، وبحافظ على وزني، بس ليه وزني بيزيد في الشتاء مع العلم ان ساعات التدريب في الشتاء هي زي الصيف؟ ده من سعد. اوكي، سعد عبدو. طيب، هي الفكره في التمرين ان في الشتاء الكالوري اكسباندتشر او حرق الدهون بتاعك بيبقى اقل. يعني انت جسمك بيحرق دهون اقل. الحاجه الوحيده اللي بيحرق فيها دهون غير المجهود بتاعك العادي ان هو بيحافظ على درجه جسمه والحاجات دي. طيب، انت دلوقتي مش زي الصيف، انت في الصيف بتعرق اي حركه بتعملها او اي مجهود بتعمله بينزل ميه وملح ودرجه حراره الجسم بتزيد، ده ما بيحصلش في الشتاء. انت اكلك في الشتاء والصيف زي بعض، الحاجات الاجواء اللي حواليك هي اللي عملت كده، مش جسمك انت او تمرينك او اكلك. كله ثابت زي بعضه، هي درجه الحراره هي اللي فرقت بس. اوكي، يعني ده مش حاجه فيه هو. اوكي، دي اهم حاجه. بس يعني، بس الدنيا هتظبط. طبعا طبعا. أوكي، طبعا، ده هي دي بس الحاجه. طيب، خليني مش هدخل في اي سؤال تاني عشان هنطلع بريك سريع وهنرجع على طول ونكمل كل حاجه. عايزين اللينك الجاي بقى نبتدي نتكلم في ان الواحد ازاي يقدر يحافظ على وزنه او يخس في فصل الشتاء والفتره اللي جايه دي، لان لسه كنت بتقولي ان في الشتاء اسهل ان الواحد يخس عن الصيف، صح كده؟ ماشي، عايزين بقى نتكلم في الموضوع ده اللينك الجاي على طول. طبعا لكل اللي بيسمعونا، لو في اي اسئله ابعتوها لنا على 1006، ده رقم الاس ام اس، ممكن على facebook.com/nugumafm. النهارده منورني دكتور حسين الشناوي، اخصائي في التغذيه الرياضيه وخبير في المكملات الغذائيه. نسمع كارلو سماحه وارجع لكم مره ثانيه، خليكم معايا. النص الحلو مع يارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا على طول، دكتور الحسين الشناوي اخصائي في التغذيه الرياضيه وخبير في المكملات الغذائيه، النهارده منورني في برنامج النص الحلو. هنرجع سريعا بس لسؤال كان جه من تشيكا بتسال، هل ممكن الاطفال ياخدوا بروتين شيكس مع، هي عايزه حاجه بيبقى فيها بروتينات، مع العلم ان هي ابنها مش بياكل فراخ ولحمه وعنده 7 سنين. تمام، هي مبدئيا عشان تقدر تاخد بروتين شيك ممكن لازم يكون سنه عدى 16 او 18 سنه. اوكي، بس هي ممكن تاخد الترناتيف سورسز للفراخ واللحمة، البقوليات زي إخواتنا الأباط لما بيصوموا، العدس، الحاجات اللي لها دعوة زي مثلا الأسماك، تنوعها، كل أنواع السمك المختلفة ممكن تستخدمها، الكينوا اللي هو الحاجة اللي معمولة زي الرز بس بيبقى فيها بروتين. يعني ممكن انها لازم تبتدي تنوع، أكنها فيجيتيريان، أكن هو ما بياكلش الحاجات دي، بس بروتين شيك على الاقل لما يكون عنده 18 سنه. متفكرش علشان هو جسمه يعني. لا، عشان هو لسه صغير. الكليه والكبد والحاجات دي ما تكونش وصلت للنمو الكامل بتاعها. اوكي، يعني بلاش. طيب، انا في هنا سؤال من ايهاب عجبني، عايز يسال عن اليوم الفري، اليوم المفتوح ايه بقى؟ طبعا انا بالنسبه لي اي حاجه معدله، لو كلمه من كلام عدى من قدامي في البيت اول حاجه باشمهندس ايهاب. ايوه، اليوم الفري بيمشي ازاي لو حد عامل دايت؟ اسمها يوم فري عشان ده. طيب، انا هقفل المايك بتاعك. أيوة اصلا يعني بص، ما تزعلنيش منك وما تزعلش ايهاب عشان ما اشوفش نجوم اف ام من بره من الباب يعني. خلينا احنا بنتكلم ان انت تعمل حاجه اسمها افري ميل. خد افري ميل. افري ميل معناها انك انت بتاخد وجبه كل اسبوع او كل 10 ايام او كل 14 يوم. ليه؟ مش عشان بتكافئ نفسك او كل شهر او كل لا لا لا. انت بتعمل كده ليه؟ علشان انت جسمك مع الرجيم بيعمل حاجه اسمها بلاتو. بلاتو يعني هو بيتعود، الجسم ذكي فهو متعود على الاكل بيجيله امتى والسعرات الحراريه متعوده ازاي، فانت بتعمل له شوك. لو انت عملت يوم فري، اليوم الفري ده ممكن تاخد فيه 3000 او 4000 او 5000 سعر حراري، وانت مثلا في اليوم بتاخد مثلا 2000، فممكن تزيد اللي انت خسيته في اخر 3 ايام. اوكي، فعشان كده وي نيفر دو ا فري ميل. عايز نصيحه تانية، حاول انك تاخد الفري ميل او التشيت ميل في يوم بتعمل فيه رياضه. اوكي، يعني انت رحت واتمرنت، مشيت على الدايت، فطرت فطارك واتغديت ورحت شغلك، رجعت خد بقى الفري ميل وبعدين روح اتمرن. اوكي، علشان
اولا مش هيمتص بطريقه كافيه، مش هيلحق يعني. انا طبعا متخيل ان احنا بنتكلم في لدرجه ان الكالوري ميتر عنده، العداد بتاعه بتاع الكالوريز هيتصفر. وتروح تعمل رياضه، او ممكن برضو مره تاخد الفري ميل بتاعتك كفطار لو انت في يوم اجازه، وتروح بعد كده تتمرن. صعب الواحد ياكل حته لحمه مثلا على الفطار معاها مكرونه بالكريمه. لا بس على الفطار انا اعرف ناس بتاخد براوني بالايس كريم، ده حاجه جميله. الناس جميله. نسيتي يا يارا لما في مره واحده بعتت لنا قالت لنا انا بفطر الصبح، بسمع كلامك يا دكتور، بفطر براون بريد وبتغدى براون رايس وبتعشى براوني. اللي كانت واخده هو ده الصح. واخده دايت، بتفهم والله، واخده دايت بلو. احنا لما نيجي نبص على الـ على الـ اللوحه اللي الناس بتتفرج علينا دلوقتي على نجومه في ام تي في هتشوفوها وهتلاقوها نزلت على فيسبوك. احنا بنشوف دلوقتي الرياضات المختلفه يعني انت لما بتاكل حاجه كل رياضه فيهم بتاخد قد ايه يعني وقت علشان تقدر تحرق 150 كالوري. اوكي، فيا ريت انا طبعا لو تقدروا تحطوا الشارت ده عندكم على الـ على الـ على, الـ على البيج تقدروا تشوفوا، ومن ده تقدروا تقدروا يعني. في شارتس تانية يقول لك انت لو كلت كذا هتحتاج تعمل رياضه كذا. وده بيخلي الناس يبقى عندها وعي. أوكي، تكون شايفه يعني انت حته الشوكولاته دي لو كلتها تضطر تعمل رياضه قدامها كده. ولو اضطريت ان انت مثلا خدت حته جاتوه او رحت فرح هتضطر تعمل رياضه قد كده. وتشوفوا الرياضه، في رياضات بتحرق حاجات كتيره زي السباحه، زي الويت ليفتنج، الام ام اي، الحاجات اللي لها دعوه الرياضات القتاليه. لو بتعمل حاجه هاي امباكت يعني حاجه فيها انتنسيتي عاليه جدا، كل دي بتحرق سعرات حراريه، مش زي المشي. الحاجات الخفيفه يعني، مش مثلا زي ناس نعرفها تقول لما انت بتعملي رياضه ايه، انا بطلع السلم بتاع الاستوديو مثلا، اؤمر يعني اعمل اعمل اكتر من كده يعني. فدي كلها ما نعرفش الناس دي. لا خالص. لا احنا بنبلقحش كلام. فنبتدي بقى بنشوف بقى اذا كان احنا بنعمل ايروبكس، اذا كان احنا بنركب العجله، اذا كان احنا بنجري، حسب الانتنسيتي عامله ازاي. انتنسيتي احنا بنتكلم عن ضربات القلب بتوصل لقد ايه. أوكي، يعني في فرق انك تعمل جوجينج خفيف، انك تعمل جوجينج بطريقه اكتر. دي مثلا دي اسمها الفود بليت. ازاي احنا الاكل اللي احنا بناكله في اليوم بيكون متوزع، او النسب بتاعته توزع ازاي. ملاحظين ان احنا الخضره والسلطه واخده تقريبا التلت بحاله، وقدامها الناحيه الثانيه العيش، وبنركز في العيش على الحاجات اللي فيها الرده وتكون مالتي جرين يعني متعدد الحبوب. تروح تشتري العيش من السوبر ماركت يكون مكتوب عليه متعدد الحبوب. اوكي ماشي. عندنا الالبان، عندنا البلدي جميل صح، العيش البلدي يعني الواحد لو بس يا ريت بقى برضو الناس تبقى برضو في ناس ذكيه بقى ياخد الزبادي او حاجه وياخد معاه عيش فيه رده. الرده دي هتمنع امتصاص الكالسيوم. اوكي، فانت يعني لو عايز ما تخلطش. لا يعني أوكي، ابعدهم عن بعض ماشي. او تاخد الفيتامين بتاعك بعد مثلا لما تكون فطرت كويس واكلك فيه الياف كتيره. أوكي، فيمنع امتصاص الفيتامين. في فيتامينات ما ينفعش الواحد ياخدها على معده فاضيه زي الحاجات اللي فيها حديد عشان ما توجع يعني ما يتألمش منها. عندنا طبعا الالبان زي موجوده. موضوع ان احنا بناخد لو فات دي خلاص بقت باسي، علشان انت لما بتاخد منتجات لو فات في كل الفيتامينات اللي هي فات سوليبل اللي بتدوب في الدهون ما بتبقاش موجوده جواها. اوكي، الفطار ده يا يارا بياخد كام دقيقه؟ اه شفتي انا خدت اللوجو بتاعك بتاعت الابل، حطيتها في الوجبه دي مش هتاخد اكتر من 4-5 دقايق انها تتحضر. ممكن اي حد يفطر الكلام ده. ممكن في مكتبك تعمل حاجه زي كده. ممكن الكلام ده تعمله لو انت مستعجل نازل رايح ميتنج او ده كله. ممكن كمان نحط جنبيها شريحه توست عليها بينات باتر عليها زبده فول سوداني. كده انا عندي العناصر كلها. وممكن الطبق ده يتحط عليه زبادي لو الناس اللي ما بتهضمش اللبن عشان عندها مشاكل في اللاكتوز. ممكن تعمل كده. ونوع الخضار انت ممكن تشكله بمزاجك. كل يوم تاخد خضار مختلف، عشان قصدي تاخد فاكهه، انا اسف معلش، مختلفه. والفاكهه خيارايا كده بالظبط تاني. لا الشيب بتاعت الجبنه القريش ضربت معاك. انك انت تاخد الفاكهه اللي انت عايزها، عشان كل فاكهه فيها مضادات اكسده مختلفه. لها الوان مختلفه. اهو ماله ده، دي الصوره دي مثلا لوجبه غدا مثاليه كده. ده مثلا البروكلي له انتي استروجين اكتيفيتي. يعني الشخص اللي كان بيسال عن تضخم الثدي، ترهل الثدي، في اكل له انتي استروجين اكتيفيتي يعني يمنع علو
الاستروجين في الجسم زي البروكلي. الحاجه الثانيه برضو الناس اللي بتشرب كحوليات الكحول بيتحول في الجسم بيساعد على الاستروجين. أوكي. عشان كده الناس اللي بتشرب كحول ما عندها كرش وانتخينه وممكن يحصل له الترهل، علشان كل ما شربت الكحول اكتر كل ما نسبه الاستروجين في جسمك زاد. اوكي. دي مثلا وجبه صحيه انا شايف ان فيها كل العناصر الممكنه، يمكن ما فيش فيها النشويات، فدي ممكن تكون الوجبه بتاعت الطفل اللي هو كان بيتمرن الهاند بول وياخد الوجبه دي بعد التمرين. بعد التمرين بالظبط. اوكي. بعد قبل ما التمرين اخد على مدار اليوم بالزبط. قبل التمرين الكربوهيدرات، قبل التمرين هنشيل بقى او هنشيل او هنزود بقى الكربوهيدرات اللي هو محتاجه 90 دقيقه قبل التمرين عشان يقدر ان هو يحرق. اوكي. سريعا بقى عشان الوقت، احنا يعني عندنا دقيقتين ثلاثه كلام كمان. أوكي. دي البطاطا. اوكي. شكلها جميل الصراحه. ماشي. سلام بقى يتحط عليها شويه زبده كده فوق. خش السؤال اللي بعده اتفضل. ايوه. سؤال سريع كده، الواحد عشان يخس في الشتاء او يحافظ على وزنه، بس خلينا يعني اغلبيه الاسئله اللي جايه فعلا الناس عايزه ان هي تخس شويه في فتره الشتاء، مع العلم ان الشتاء الواحد بيتقل شويه في حرارته لانه بيبقى الجو برد مش قادر ينزل قوي. عايز يقعد متدفي كده على الكنبه قدام التلفزيون لما بيرجع من الشغل والمشاوير، نعمل ايه سريعا كده؟ السؤال بتاعك انت قلتي فيه الاجابه، علشان نام على الكنبه واتغطى. مش هي دي، مش هي دي. وشكرا. انا بتكلم في نقطه ايه، كل ما كان الجو ابرد وانت اتمرنت اوت دورز كل ما ده احسن لك. اوكي. ليه؟ علشان انت جسمك زائد ان هو بيحرق سعرات حراريه، لازم يحرق سعرات حراريه عشان يتدفى، ويحافظ على يحافظ على الميتابوليزم بتاع جسمك. وعشان كده الناس اللي هم في الدول الاسكندنافيه، دنمارك، فنلند، سويد والكلام ده، الناس دي لما بتعمل رياضه، وبتعمل رياضه طبعا الشتاء عندهم مختلف عندنا. احنا عندنا 3 درجات، كله بيقعد هناك 30 و25 تحت الصفر. بتبتدي لما تعمل شيفرنج، لما تبتدي ترش البراون فات بتاعتك بتبتدي تحرق. اوكي. وده حاجه هايله، يعني انت لو عايز، انت فرصتك في الشتاء انك تخس. ممكن اسال سؤال، يعني ايه براون فات؟ احنا عندنا في الجسم في وايت فات، ده ما بيقدرش نغير فيه حاجه. أوكي. يعني ده زي جينيتيكلي موجود، وفي براون فات ده ميتابوليكلي اكتيف، يعني ده بيتصدر فيه، بنحط فيه، بنخزن فيه الطاقه. اوكي. البراون فات ده ممكن بالشيفرنج والرياضه نقدر ناثر فيه. اوكي. وممكن ناكل الحاجات اللي هي سبايسي زي الهريسة، زي الشطه والحاجات دي، كل الحاجات دي بتعلي الميتابوليزم بتاعك. فرصتك او انت او هي ان انتوا تخسوا في الشتاء لما هتمارسوا الرياضه كل ما كان الجو ابرد، من غير ما يجي لكم التبريق، من غير بالظبط ما بالزبط. يعني خلي بالكم منها شعره. المرحوم مات، البودي فات بتاعه كان 15% بس جاله التبريق. من مردان، فلا طبعا لازم تستغلوا، استغلوا الصيف، استغلوا قصدي الشتاء في الجو بتاعه، مفيش عرق، مفيش كل الحاجات دي. الاكسجين بيبقى مختلف تماما في الشتاء، الجو بيبقى كويس. شوف الرياضه هتعمل معاك ايه. اوكي. ما اطلبش منك المستحيل، 3 4 مرات رياضه في الاسبوع. وبالمناسبه عشان الناس اللي بتقول انها بتزهق من الرياضه، اعمل كل مره رياضه مختلفه، اللي بينزل يجري، اللي بيروح الجيم، اللي بيركب العجله. حاول انك تخلي الموداليتيز بتاعه التمرين بتاعتك مختلفه، علشان كمان المفاصل اللي انت بتستخدمها ما تتدمرش. ما تبقاش رياضه انت بس بتروح الجيم، ما انتش بتعمل رياضه بس انك بتجري فركبتك تبوظ عشان الاسفلت، عشان الويت والامباكت والكلام ده. ما بتعملش مثلا بس حاجات لها علاقه بالكتف او الباور ليفتنج، الحاجات دي كلها مع مرور الوقت، او تنس باستمرار ممكن انك تبتدي تبوظ المفصل بتاع الانكل، او تبتدي الالبو يجي لك تنس الكوع بيتبهدل. نوع كل الانواع الرياضه اللي انت بتعملها عشان تقلل الاصابه بتاعتك، وعشان تعظم الاستفاده، وعشان ما تزهقش. اوكي. ويا ريت نعمل كده في الشتاء بقى، يعني ريت نعمل كده. انا هناخد الميجرمنتس بتاعت يارا المره الجايه لما نيجي ان شاء الله. ده اكيد، ده لو جيت، ده لو جيت. امال. لا انا مبهور المره الجايه. لا لا لا، ده انا لسه هبهرك اكتر واكتر. انا كبهير انبهرت. لا لا، انا في الاكل والخسسان ايه، مفيش زي، انت عارف. الحمد لله، الحمد لله. يا دكتور انبسطت جدا جدا بوجودك معايا النهارده، ميرسي على ردك على كل الاسئله، وان شاء الله اكيد مع بعض قريب
ونكون الواحد ايه ظبط الفورمه ان شاء الله. غيرتي عاداتك الغذائيه الجميله. امال ده اكيد. نورتني يا دكتور. شكرا. النهارده نورني وشرفني في الاستوديو دكتور الحسيني الشناوي، اخصائي في التغذيه الرياضيه وخبير في المكملات الغذائيه. خليكم معايا دقيقه وارجع على طول. كنتم مع النص الحلو مع يارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.